بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتكلم عن الجاسترو انتستينال سيستم من ناحية الفسيولوجي والباثوفسيولوجي. الفانكشنز اوف ذا جاسترو انتستينال سيستم هي حاجتين، انه بيعمل دايجستشن وبيعمل ابسوربشن للنيوترون. طيب عشان يعمل الحاجات دي بيقوم بعدد من الوظائف. اول حاجة ان بيكون في موتيليتي، انه المكونات المختلفة للجي اي بي زي ما هنعرفها بعد شوية كلها بتتحرك بطريقة معينة عشان تبدأ تعمل propelling لل ingested food from the mouth toward the rectum and mixes and reduces the particle of the food. يبقى الحركة دي لها أكثر من وظيفة، تبدأ تحرك المحتويات اللي الشخص أخذها عن طريق الفم من بداية الفم إلى مكان الإخراج، يبدأ كمان الميكسينج اللي بيحصل بيبدأ يقلل ال particle size ويساعد على الخطوات اللي فاضلة. The rate at which food is propelled through GIT is regulated to optimize the time for digestion and absorption. تاني خطوة بتحصل أو تاني وظيفة بتحصل بيكون السكريشن. إن يبدأ يكون في سكريشن من السليفري جلاندز ومن البنكرياس ومن الليفر. السكريشنز دي كلها مع بعض تبدأ تضيف عدد من الفلويدز، الكترولايتس وإنزيمز وميوكس، تبدأ تدخل الحاجات دي داخل الجي اي تي، فبالتالي يبدأ يساعد على الدايجستشن والابسوربشن. بالنسبة لخطوة الدايجستشن، إنه الانجستد فودز بيحصل لها دايجستشن إلى ابسوربابل مولكيولز، وبعدين المولكيولز دي يبدأ يحصل لها ابسوربشن، هي بقى النيوترانت والالكترولايتس والووتر تبدأ يحصل لها ابسوربشن وتدخل من الانتستينال ليومن تروح للبلاد ستريم. وآخر خطوة الاكسكريشن، إنه يحصل elimination of undigested and non-absorbable products. بالخطوات دي كلها مع بعض بتؤدي إلى وظيفتين أساسيتين للجي اي تي، اللي هي الدايجستشن والابسوربشن of نيوترون. بالنسبة للستراكشر اوف ذا جاسترو انتستينال تراكت، بيتكون من اجزاء كتير بتتعاون مع بعض، اللي هي مثلا الماوث، الفارينكس، الاسوفيجاس، الاستومك، السمول واللارج انتستين، الريكتم، السليفري جلاندز، البنكرياس، الليفر، الجول بلادر. الحاجات دي كلها مع بعض بتتعاون عشان تؤدي مجموعة المهام السابقة اللي هي هتؤدي الى الوظائف الاساسية للجي اي تي. طيب جدران الجي اي تي بتتكون من اتجاهين. الاتجاه الاول اللي هو الميكوزال سيرفيس، وده بيكون ناحيه اليومن، يبقى ده اللي هيكون مواجه للنيوترنت اللي احنا بناخدها مع الاكل. والناحيه العكسيه اللي هي السيروزال سيرفيس، ودي بتكون ناحيه البلاد. يبقى عشان اي حاجه انا استفيد منها من الدايت لازم تمر من الميكوزال سيرفيس ناحيه السيروزال سيرفيس، وبعد كده تبدا تدخل الدم. طيب اللايرز بتاعت الجي اي تي بتتكون من عدد من الخلايا المتخصصه، كل خليه متخصصه في وظيفه معينه. اول حاجه الابيثيليال سيلز، ودي بيبقى ليها ابسوربتيف وسكريتوري فانكشنز. في بعد كده الطبقه الثانيه اللي هي اللامينا بوربريا، ودي عباره عن كونكتيف تيشو ولها وظيفه انها بتساعد كمان فيها بلاد وليمف فيسلز، فبتساعد في الابسوربشن بتاع النيوترنت اللي الشخص بياخده. اللي هي الماسكولاريس ميكوزا، دي عبارة عن سموث ماسل سيلز برضه بتبدأ تعمل كونتراكشن. الكونتراكشن ده هيبدأ يغير في الشيب والسيرفيس اريا اوف ذا ابيثيليال سيلز، وبالتالي يبدأ يساعد على أداء الوظائف الخاصة بالجي اي تي. الطبقة اللي تحتها السب ميكوزا لاير، دي عبارة عن كولاجين والاستين وجلانس وبلاد فيسلز اوف جي اي تي. بعد كده في السيركولار ماسل، دي بتساعد على الموتيليتي. لو حصل لها كونتراكشن، هي عضلة دائرية الاتجاه بتاعها دائري، فبالتالي لو حصل لها كونتراكشن يبدأ يحصل decrease في الدايمتر of the lumen of GIT، يبقى تضغط على المحتوى اللي جواه. النوع الثاني من المسلز اللي هي longitudinal muscles برضه بتساعد في الموتيليتي، لكن الكونتراكشن بتاعها بيبدأ يعمل shortening of segment of GIT، ودي عضلات طولية لما بتعمل كونتراكشن يبقى الطول بتاع جزء من الجي يبدأ يقل في الحجم. يبقى الطبقة اللي بعد كده اللي هي زي ما نقدر نقول عليها الجهاز العصبي الخاص بالأمعاء، اللي هي السب ميكوزال بلكسس والماينتريك بلكسس، ودول عبارة عن الانتريك نيرفس سيستم اوف الجي اي تي. ده زي البرين بالنسبة للجسم، ده بيبقى مختص بالجي اي تي، بيبدأ يعمل انتجريشن وكوردينيشن للموتيليتي والسكريتري والاندوكراين فانكشنز اوف الجي اي تي. الخلايا دي كلها مع بعض بتبقى موجودة في كل طبقة من طبقات الجي اي تي، وبتبدأ تأدي الوظائف المطلوبة. ده كده شكل بيوضح الـ wall of the GIT. بلاقي إن أنا عندي دايماً في عندي نتوءات وأجزاء بارزة في الـ GIT، بيكون في عندي الـ epithelium، بيكون في عندي بعد كده اللامينا، بيكون في عندي بعد كده الماسكولاروس، وبعدين السابميكوزا، وبعدين السابميكوزال بلكسس، وبعدين السيركولار ماسلز، وبعدين الماينتريك بلكسس، وبعدين في اللونجيتيودونال ماسل، وآخر حاجة السيروزا اللي هي دي ناحية البلاد ستريم. تمام، احنا مش مطلوب اننا نحفظ الرسم، لكن نبقى عارفين الطبقات دي متتاليه
وكل واحدة منها ليها وظيفة، وكلهم بيتعاونوا في الآخر عشان الجي اي تي تؤدي وظيفتها بصورة مناسبة. طيب ازاي الجسم بيتحكم في الجاسترونتسترال اكتيفيتيز؟ في عندنا اكتر من طريقه. اول حاجه نيورونال ريجوليشن. في الحاله دي في الغالب اللي بيتحكم في الجي اي تي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم، وده عن طريق حاجتين، يا اما اكسترنسيك كومبوننت وده اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك انرفيشنز اللي رايحه للجي اي تي، ودي احنا درسناها بالتفصيل. الجزء الثاني الانترنسيك كومبوننت اللي هو الانتريك نيرفس سيستم اللي كنا اتكلمنا عليه من شويه، اللي هو زي ما نقول عليه اللي هو الجهاز العصبي الخاص بالامعاء أو بالجهاز الهضمي. هنبدأ بالإكسترنسيك أوتونوميك نيرفز. إحنا قلنا إنها بتشمل سيمباثيتك وباراسيمباثيتك، هنبدأ بالباراسيمباثيتك نيرفس سيستم. بالنسبة للجي أي تي بيكون الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم بيكون إكسايتاتوري أون ذا فانكشنز أوف جي أي تي، يبقى هو هيزود كل حاجة بتحصل في الجي أي تي، هيزود السكريشنز، هيزود الموتيليتي، كل الوظائف اللي بتحصل هتبدأ تزيد لما يحصل باراسيمباثيتك ستيميوليشن للجي أي تي. بيكون السيجنالز بتروح عن طريق حاجتين، فيجاس نيرف وبلفيك نيرف. بالنسبه للفيجاس نيرف ده بيبدا يعمل انرفيشن للاسوفيجاس والاستومك والبنكرياس والابر لارج انتستين. بيكون عباره عن ميكسد نيرف، يعني بيكون اغلبه تقريبا 75% منه بيكون افرنت فايبرز و 25% بيكون افرنت فايبرز. ايه الفرق بين النوعين؟ الافرنت فايبرز دي بتبدا تاخد السنسوري انفورميشن من البريفري، يعني من الميكانو ريسبتورز والكيمو ريسبتورز اللي موجوده في الجي اي بي وولز، تبدا تنقلها للسنترال نيرفس سيستم. يبقى هنا اغلب السيجنالز بتكون افرنت، يعني بتنقل السيجنالز من البريفري من الجي اي تي توديها ناحيه البرين. طيب الجزء الباقي 25% الباقيه بتكون افرنت فايبرز، ودي بتبدا تنقل الموتور انفورميشن من السي ان اس للتارجت تيشو اللي هو السموث ماسلز والسكريتوري ماسلز والاندوكراين سيلز اللي موجوده في الجي اي. تمام، يبقى دول كده الوظائف او المهام اللي بيؤديها الفيجاس نيرف. اغلب المهام بتكون بينقل معلومات ناحيه البرين، وفي جزء منه بينقل الاوامر ناحيه الجي اي تي. الموضوع اللي بيحصل ما بيحصل انتجريشن للريفلكسز، والانتجريشن للريفلكسز اللي بيكون فيها الافرنت والافرنت لامبس موجودين في الفيجاس نيرف بيسموها الفيجو فيجال ريفلكسز. ليه هتبدا تؤدي انه يزيد حركة الأمعاء أو تقل أو يزيد السكريشن أو يقل حسب الطبيعة أو الانفايرمنت اللي موجودة داخل الجي اي تي. النوع الثاني من النيرفز اللي موجود في الاكسترنسيك باراسمباثيتك نيرفس سيستم اللي رايح للجي اي تي اللي هو البلفيك نيرف، وده بيبدا يودي او يعمل انرفيشن لبقيه الجي اي تي اللي هو اللور لارج انتستين وريكتام والانس. الكاتيجوري الثاني من الاكسترنسيك نيرفس سيستم اللي رايح للجي اي تي اللي هو السمباثيتك نيرفس سيستم، وزي ما احنا اخذنا ان السمباثيتك والباراسمباثيتك بتكون وظائفهم دايما عكس بعض، فبيكون غالبا انهبيتري على الفانكشنز اوف ذا جي اي تي. الفايبرز بتخرج من السباينال كورد، وبيكون برضو 50% منه عباره عن افرنت فايبرز و 50% بتكون افرنت فايبرز، ويبدا بقى السنسوري والموتور انفورميشن يحصل لها ريليد باك اند فورث بتوين ذا جي اي تي اند سي ان اس، يحصل لها كوردينيشن في السب ميكوزال والمايتريك بلكسسز، وتبدا تساهم انه البرين يتحكم في الوظائف والمهام اللي بتقوم بيها في الجي اي تي. يبقى كده الريجوليشن اوف ذا جي اي تي بيكون اول حاجه بيكون نيورونال، والنيورونال بينقسم الى extrinsic، بينقسم الى extrinsic وintrinsic. الاكسترنسيك اللي هو كان السمباثيتك والباراسمباثيتك. النوع الثاني اللي هو الانترنسيك نيورونال سبلاي، او احنا بنسميه الانتريك نيرفس سيستم، اللي هو بنقدر نقول عليه الجهاز العصبي الخاص بالجهاز الهضمي. ده بيكون زي ما قلنا موجود في السب ميكوزال والمايتريك بلكسس اللي موجودين في جدران الجي اي تي. يبدا هو نفسه يحصل كوميونيكيشن بينه وبين الباراسمباثيتك والسمباثيتك نيرفس سيستم عشان يبقى في تنسيق للمهام اللي بتحصل بينهم. بيتكون من تو ميجر بارتس، الجزء الاول هو المايتريك بلكسس، وده موجود بين اللونجيتودنال والسيركولار ماسلز اللي موجوده في الجي اي تي وول. السب ميكوزال بلكسس، وده موجود في السب ميكوزا. بيكون وظيفة الانترنسيك نيرفس سيستم ان هو بيبدا يكون مسؤول عن الشورت ريفلكس ريجوليشن اوف ذا جي اي تي فانكشن، يتحكم في الكونتراكتايل والسكريتوري والاندوكراين فانكشنز even in the absence of extrinsic innervation. يبقى دي حاجة مهمة بالنسبة لنا ان داخل الجي اي تي موجود فيها الانترنسيك نيورونال سبلاي، موجود فيها
الجهاز العصبي الخاص بيها اللي يقدر يعمل الشورت تيرم ريفلكسز حتى لو في مشكله في التواصل مع البرين. يبقى هنا كده هتلاقي ان الجي اي تي بتشتغل حتى لو في مشكله في التواصل اللي بينها وبين البرين. النوع الثاني من التحكم بيكون endocrine regulation، وده بيكون عن طريق بعض الهرمونز اللي بتفرز داخل الجي اي تي او بتوصل للجي اي تي من مصادر مختلفه، اهمها الجاسترين، وده وظيفته ان هو بيبدا يزود الهيدروجين سيكريشن باي ذا جاستريك بارايتال سيلز. كمان بيساعد على الجروث اوف جاستريك ميكوزا باي ستيمولاتنج سينسز اوف ار ان اي اند بروتين. النوع الثاني او الهرمون الثاني اللي هو الكوليسيستوكاينين، ده بيبدا يعمل ستيميوليشن للكونتراكشن اوف جول بلادر ويعمل ريلاكسيشن للسفنكتر اوف اودايل اللي هو بيتحكم في خروج البايل من الجول بلادر، فبالتالي يسمح بوجود كميه كبيره من البايل داخل الجي اي تي. كمان بيزود البنكرياتيك انزيم سكريشن، بيبدا يحفز او بوتنشيت سكرتين انديوسد ستيميوليشن اوف بنكرياتيك بايكربونيت سكريشن، يبقى بيخلي او بيساعد البنكرياس انه يفرز البايكربونيتس، بيبدأ برضه يعمل stimulation للgrowth of the exocrine pancreas. يبقى هو كده وظائفه غالبا مرتبطة بالبنكرياس والجول بلادر، وبيساعد على إفراز العصارات والبايكربونات اللي هتبدأ هنشوف بعد شوية هتبدأ تعادل الحمض اللي موجود في الاستومك. كمان الكوليسيستوكاينين بيبدأ يمنع أو يبطئ الجاستريك امبتنج، وغالبا بعد الفاتي ميلز يبدأ يزيد الكوليسيستوكاينين، بيبدأ يخلي الجاستريك امبتنج يكون بطيء شوية، بيكون في وقت كافي انه يحصل دايجستشن للفاتس اللي موجوده في الدايت. يبقى بعد ما الشخص بياخد وجبه فيها فاتس يبدا الكوليسيستوكاينين يبدا يظهر بكميه كبيره، فيبدا يقلل من معدل مرور الاكل من الاستومك للانتستين، وبالتالي يبدا يسمح بحدوث دايجستشن بمور افشنسي، وبالتالي يبدا الشخص يستفيد من الكونتنت اللي موجوده عنده في الدايت. ثالث هرمون اللي هو السكريتين، الاكشنز بتاعته كلها بتكون coordinated to reduce the amount of hydrogen in the lumen of the small intestine. يبقى يزود البنكرياتيك بايكربونيت سكريشن اللي هي هتبدا تعمل نيوتراليزيشن للاسيد في الانتستين. كمان يبدا يعمل ستيميوليت للبايكربونيت والووتر سكريشن باي ذا ليفر وانكريز البايل برودكشن. بيمنع السكريشن اوف هيدروجين باي جاستريك بارايتال سيلز، فالحاجات دي كلها مع بعض تبدا تقلل كمية الأسيدز اللي بتوصل للإنتستين، وبالتالي يبدأ الإنتستين يكمل الوظائف المطلوبة منه بصورة طبيعية. رابع هرمون اللي هو الجاستريك انهبيتوري بيبتايد الجي اي بي، أو احنا بيسموه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. واضح كده من الاسم ده هو جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. تروبيك يعني دايما بيحفز، يبقى الهرمون ده كده من اسمه نعرف ان هو بيبدا يحفز افراز الانسولين، وناخد بالنا ان هو اسمه جلوكوز ديبندنت، يبقى هو بيحفز افراز الانسولين عند ما يتعرض هو لكميه كبيره من الجلوكوز، وطبعا لان هو موجود في الجي اي تي فيبقى هو استجابته هتكون للجلوكوز اللي الشخص بياخده اورال. يبقى ده بيعمل ستيميوليشن للانسولين ريليس افتر اورال جلوكوز لود، اكثر طبعا ما الانسان ياخد انترافينوس جلوكوز، ويبدا يحسن الجلوكوز ايتلايزيشن والشخص يستفيد بالجلوكوز في انتاج الطاقه او اي وظائف ثانيه. كمان بيمنع الهيدروجين سكريشن او البروتين سكريشن باي ذا جاستريك بارايتال سيلز. بيقول كده الاندوكراين ريجوليشن، في بعد كده الباراكراين ريجوليشن، وده بيختلف انه الهرمونز اللي بتفرز بتؤدي وظيفتها في نفس التشو اللي اتكونت فيه، يعني ما بتسافرش مسافات بعيده، لا ده هي مجرد ان هي بتفرز وتأثر على نفس الخلية أو الخلايا المحيطة بها. الباراكراين messengers are secreted into interstitial fluids and diffused to neighboring cells where they exert their effects. طب دول بيشملوا ايه؟ بيشملوا الصوماتوستاتين، ولو فاكرين كنا خدناه قبل كده كان دايما وظائفه بتكون inhibitory، هو بيفرز تقريبا من خلال كل الخلايا اللي موجودة في الجي اي تي الاستجابة، أو العامل اللي بيزود افرازه وجود الهيدروجين ايون في الهيومن، والسكريشن بتاعه بيقل او بيمنع عن طريق الفيجل ستيميوليشن. يبدا يعمل ايه؟ يبدا يمنع ريليس اوف اول جاسترو انتستينال هرمونز، يبدا يمنع الريليس اوف جاستريك اسيد. والنوع الثاني من الباراكراين ريجوليشن اللي هو الهيستامين، ده بيفرز عن طريق الماست سيلز اللي موجوده في الجاستريك ميكوزا، وظايفه انه بيزود الجاستريك اسيد سكريشن، وبالتالي يبدا ده بيكون دايركتلي، وكمان بيعمل بوتنشيشن للإفكت اوف جاسترين والفيجل ستيميوليشن.
يبقى انا الباراكراين ريجوليشن يا اما ان هو السوماتوستاتين اللي هو هيقلل السكريشنز ويقلل الاسيد، او الهيستامين اللي هيبدا يزود الاسيد. بعد كده النيوروكراين ريجوليشن هو زي الباراكراين ريجوليشن، لكن اللي بيقوم به عدد من النيورونز اللي موجوده في الجي اي تي. نيوروكراينز ار سينسايزد ان نيورونز اوف ذا جي اي تي، بتشمل عدد من الميدياتورز. اول حاجه الفازو اكتيف انتسترال بيبتايد، ده بيبدا يعمل ريلاكسيشن اوف ذا جاسترو انتسترال سموث ماسلز زي اللور اسوفيجال سفنكتر. كمان بيعمل ستيميوليشن للبنكرياتيك بايكربونيت سكريشن ويمنع الجاستريك اسيد سكريشن زي الاكشنز اللي كان بيعملها السكريتين. بعد كده في الجاسترين ريليسنج بيبتايد، كده واضح من اسمه جاسترين ريليسنج بيبتايد، يبدا يحفز الخلايا انها تفرز الجاسترين. في كمان الانكيفالينز، في منهم الميت انكيفالين والليو انكيفالين، في بيبداوا يحفزوا الكونتراكشن اوف جاسترو انتستينال سموث ماسلز خاصة اللور اسوفيجاس والبايلوريك والاليوريكتال سفنكترز. كمان بيمنعوا الانتستينال سكريشن اوف فلويد اند الكترولايتس، ودي حاجة نقدر نستفيد منها طبيا ان احنا نعالج الدايريا. فبالتالي بلان الاوبييت دراجز، ده كلاس من الدراجز هناخده في الفارماكولوجي، يشتغل على نفس الريسبتورز، احيانا بيكون له فايدة ان هو بيبدا يمنع او يعالج الدايريا. طيب احنا الوظائف بتاعت الجي اي تي قلنا ان هي الدايجستشن والابسوربشن، وكان من ضمن الحاجات اللي بتعملها الجي اي تي انها تبدا تتحرك عشان تبدا تساعد على حدوث الوظائف المطلوبه منها. فهنتكلم عن الجاسترو انتسترال موتيليتي، بنلاقي انه الكونتراكتايل تيشو اللي في الجي اي تي بتكون اغلبها بتكون سموث ماسلز، بتكون انفولنتري سموث ماسلز، يعني الشخص مش بيتحكم فيها، هي بتتحرك اوتوماتيكالي حسب الريتم اللي بيوصل لها او الاوردرز اللي بتوصل لها من البرين والانتجريشن اللي بيحصل في الانتريك نيرفس سيستم. بيكون كلها زي ما قلنا انفولنتري ما عدا عدد بسيط اللي هو الفارينكس والابر ثيرد اوف ذا اسوفيجس والاكسترنال انال سفنكترز، دول بيكونوا استرايتد ماسلز، يعني بيكونوا فولنتري، يعني انا اقدر اتحكم فيه، مش شخص يقدر يتحكم في العضلات دي بس. لكن بقيه الماسلز اللي في الجي اي تي بتكون كلها انفولنتري، يعني بدون ما الشخص يختار انها تشتغل ولا لا. طيب لو حصل ديبولاريزيشن وكونتراكشن للسيركولار ماسل، يبدا يحصل كونتراكشن لرينج اوف سموث ماسلز، وبالتالي يبدا الدايمتر بتاع المنطقه دي من الجي يبدا يضيق. ممكن يحصل ديبولاريزيشن لللونجيتودينال ماسل، يعني يعمل كونتراكشن في اللونجيتودينال دايركشن، وفي الحاله دي يبدا يقل اللينث بتاع جزء من الجي اي تي. بالنسبه للسكريشنز اللي بتخرج من الجي اي تي هي متعدده حسب المنطقه اللي بيخرج منها السكريشن. نتكلم عن اول حاجه اللي هي السليفري سكريشنز. في السليفري سكريشن بتبقى الاستيميوليشن بتاعها اللي بيحفز افرازها ماستيكيشن، المضغ، عمليه المضغ نفسها بتحفز افراز السلايفا، وبتخرج من ثلاثه سليفري جلانز اللي هي الباروتيد والسب ماكسيلاري والسب لينجوال جلانز. المعتاد ان الشخص الطبيعي بيفرز جسمه تقريبا من 1 ل 2 لتر اوف سلايفا بير داي، دي كميه كبيره جدا. السلايفا بيكون موجود فيها هاي كونتنت اوف بايكربونيتس، فبالتالي بتكون الكالاين، وده له أهمية إنه بيعمل نيوتراليزيشن للأسيدز اللي بتخرج من البكتيريا اللي موجودة في الماوس، وبالتالي بيحميني من الدنتال كارز، من تسوس الأسنان أو تآكل الأسنان. كمان الصلايفة بيكون فيها elevated concentration of potassium وبعض الإنزيمز البيتالين والألفا أمايليز، وده بيبدأ الدايجيشن اوف كربوهيدرات، بيبدأ حتى من الماوس، يعني أثناء ما إحنا بناكل الكربوهيدرات وجود الانزيمز دي يبدا عمليه الدايجستشن تحصل مباشره من المعده. موجود كمان في السلايفا موجود فيها لايزوزايم ولاكتوفيرين، ودول بيمنعوا البكتيريا الاوفر جروث في الاورال كافيتي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق عندنا عدد من المزايا او الصفات اللي موجوده في السلايفا اللي بتبدا تدينا مناعه طبيعيه او حمايه طبيعيه انه يحصل جروث او انفكشن في منطقه المعده. الافراز بتاع السلايفا بيشارك فيه او بيساهم في التحكم في السمباثيتك والباراسمباثيتك نيرفس سيستم، هي زي ستيميوليت سليفري سكريشن. والملاحظ ان الباراسمباثيتك نيرفس سيستم بيديني مور فوليوم اوف سلايفا ومور بايكربونيت كونسنتريشن اكثر من السمباثيتك، وبيعمل فازو دايلاتيشن في الجلاند. طيب تاني سكريشنز بتبقى موجودة في الجي اي تي اللي هي الجاستريك سكريشن.
والجاستريك سيكريشن او الجاستريك سيلز ثلاث انواع من الخلايا بتفرز حاجات مختلفه. اول حاجه البارايتال سيلز، ودي بتفرز الهيدروكلوريك اسيد والانترنسيك فاكتور. في التشيف سيلز، ودي بتفرز البيبسينوجين. وفي الجي سيلز، ودي بتفرز الجاسترين. يبقى دول كده الثلاث انواع الخلايا اللي موجودين في الاستومك. يفرزوا البارايتال سيل بتفرز الاسيد والانترنسيك فاكتور، والتشيف سيل بتفرز البيبسينوجين، والجي سيل بتفرز الجاسترين. نتكلم باختصار عن وظائف الميدياتورز اللي بتفرز دي. اول حاجه الانترنسيك فاكتور، ده كنا قلنا عنه مره باختصار ان هو مطلوب للفيتامين بي 12 ابسوربشن. فلو هو مش موجود يبقى الشخص ما يحصلش عنده ابسوربشن للفيتامين بي 12، فما تكونش عنده خلايا الدم الحمراء بصوره طبيعيه اللي هي بتسبب مرض بنسميه برنيشيس انيميا. ثاني حاجه البيبسينوجين، ده بيبدا يتحول الى الاكتف فورم اللي هي البيبسين في وجود الاسيد اللي موجود في الاستومك. بيكون بروتيوليتيك انزيم، والبي اتش او الاوبتيمال بي اتش بتاعه بيكون تقريبا. ثالث حاجه بتفرز في الاستومك هي الميوكوس، بيفرز عن طريق الميوكوس نيك سيلز والسيرفيس ابيثيليال سيلز. الميوكوس بيكون وظيفته بيعمل لوبريكيشن وبروتكت الجاستريك ابيثيليال سيلز فروم ميكانيكال اند كيميكال دامج. لو ناخد بالنا البي اتش في الاستومك زي ما قلنا من شويه الانزيم بيشتغل عن بي اتش 2، البي اتش 2 ده بي اتش قاسي جدا على الانسجه العاديه، فلازم يكون المعده عندها حمايه. فربنا سبحانه وتعالى خلق فيها الميوكوس طبقه بتغلف جدار المعده الداخلي، تبدا تحميه من الكيميكال دامج بسبب الاسيد او الانزيمز، تبدا كمان تحميه من الميكانيكال دامج ان الكونتراكشنز اللي بتحصل المتوسطه اللي بتحصل في المعده ممكن مع الوقت تبدا تدمر النسيج نفسه. في كمان الجاسترين، والجاسترين ده يبدا يحفز ال HCL secretion من البارايتال سيلز. وطبعا اهم ميدياتور في المعده اللي هو الهيدروكلوريك اسيد. السكريشن بتاعه بيبدا يخلي الانتراجاستريك بي اتش بيوصل لبي اتش 1 او احيانا بيقل عنه، فبيكون فيري سترونج بي اتش، فيري سترونج اسيدك بي اتش. وظائف ال HCL هو بيبدا يعمل ديناتيوريشن للبروتينز فور ايزير دايجستشن، يعني الاسيد نفسه يبدا يكسر البروتينات فيبدا يسهل عمليه الهضم الخاصه بيها. كمان بيبدا يقتل الانجستد بكتيريا. طبعا الاكل اللي احنا بناكله في الغالب ما بيكونش معقم مهما كان الاكل نظيف، لكن اكيد بيحتوي على ميكروبات من الهواء ومن المصادر اللي جاي منها. البكتيريا دي كلها لو دخلت للدم او وصلت للانتستين ودخلت جزء منها للدم هيسبب مشاكل كتير. فربنا سبحانه وتعالى خلق الحمض اللي في المعده يبدا يعمل يقتل الانجستد بكتيريا. كمان بيوفر البي اتش اللازم للبيبسين اكشن عشان الانزيمز الباقيه تبدا تشتغل. طيب ده هنا باختصار بيشرح لي ايه اللي بيحصل في الجاستريك بارايتال سيل عشان يبدا يحصل ابسوربشن او يحصل ريليس للاسيد اللي هيبدا يساعد على الدايجستشن والابسوربشن بتاع النيوترون. الناحيه دي هو اليومن بتاع المعده، الناحيه دي هو البلاد ستريم. انا اللي انا عايزه ان انا الخليه عايزه تطلع البروتون وتطلع الكلورايد اللي هم هيبداوا يتحدوا ويكونوا لي الاتش سي ال. طيب بالنسبه للبروتون هو جاي منين؟ الطبيعي ان انا الخلايا كل الخلايا اللي في الجسم بيكون بتكون كربون دايوكسيد، وبيجي لها حتى مع الدم كربون دايوكسيد. تبدا في البارايتال سيل يبدا الكربون دايوكسيد والميه يتحدوا مع بعض في وجود الكربونيك انهيدريز يديني الكربونيك اسيد، والكربونيك اسيد ده يبدا يتحلل بسهوله ويدي الهيدروجين البروتون ويدي البايكربونيت. البارايتال سيل موجود فيها ترانسبورتر بينقل البايكربونيت للخارج، بيبدا يدخل مكانه الكلورايد، يبقى الكلورايد هيبدا يخرج لليومن. في نفس الوقت الهيدروجين ايون هيبدا يخرج، بس في المقابل الخليه بتستهلك طاقه وتبدا تدخل مكانه البوتاسيوم. تمام، يبقى انا كده عندي حصل ان انا خرجت البروتون وخرجت الكلورايد واتكون عندي الجاستريك اسيد. طيب البوتاسيوم برضو الخليه تقدر تتحكم في المستوى بتاعه انها تبدا باستخدام ترانسبورت تبدا تدخل بوتاسيوم وتخرج مكانه صوديوم. بالمحصلة وكمان البايكربونات يبدأ الخلية تتخلص منه زي ما قلنا ودخل مكانه الكلورايد. يبقى المحصلة انه الجاستريك فرايتر سيل تبدأ تستفيد بالكيميكال نيتشر بتاعة الكربونيك اسيد ان هو بيبدأ يتحلل بسهولة، يبدأ يدي البروتون والبايكربونات ويبدأ يتكون عندي الاتش سي ال داخل المعدة. هنبدأ نتكلم بس باختصار عن بعض المواد اللي بتزود الاتش سي ال سكريشن والمواد اللي بتقلل الاتش سي ال سكريشن، وده هيكون له فايدة ان شاء الله في السنة الجاية ان احنا نبدأ نتخيل العلاجات المناسبة أو الأدوية اللي ممكن تأثر على مستوى الحمض الموجود في المعدة.
الحاجات اللي بتزود ال HCL secretion، أول حاجة الجاسترين يبدأ يزود ال secretion بتاع ال HCL من ال parietal cells. كمان الهيستامين اللي احنا قلنا ان هو بتفرزه الماست سيلز الموجوده في الاستومك يبدا يحفز البارايتال سيلز عشان تبدا تفرز ال HCL، يبدا كمان يحفز الاستيميلاتوري افكت اوف جاسترين اند استالكول. يبقى هيستامين هيبدا يعمل ستيميليت لبارايتال سيل سيكريشن اوف HCL اند بوتنشيتس الاستيميلاتوري افكتس اوف جاسترين اند استالكول. طب الاستالكول نفسه بيبدا يزود ال HCL الهيدروجين ايون سيكريشن او البروتون سيكريشن عن طريق دايركت باث واي انه الفيجاس نيرف ستيميليشن يبدا يعمل ريليس للاستايل كولين. الاستايل كولين يبدا يتحد مع ريسبتورز الماسكارينيك ريسبتورز الموجوده على البارايتال سيلز ويبدا يامرها انها تفرز كميه من الاسيد. كمان الاستايل كولين بيشتغل باي اندايركت واي انه لما بيحصل فيجاس نيرف ستيميليشن يبدا يعمل ستيميليشن للجاسترين سيكريشن من الجي سيلز، والجاسترين سيكريشن اللي خرج ده يبدا هو نفسه يحفز البروتون سيكريشن by endocrine action خلال من باستخدام ال GRP المدياتور بتاعه بيكون ال GRP مش الاستايل كولين. يبقى المحصلة ان انا عندي الاستايل كولين له دور مهم في افراز الجاستريك اسيد، ولان انا لو استعملت الاتروبين ده مدياتور هناخده ان شاء الله السنة الجاية ده بيبدا يوقف الاستايل كولين اكشنز، هل انه يبدا يوقف الهيدروجين ايون سيكريشن عن طريق انه بيمنع الدايركت باث واي مش الاندايركت باث واي. لكن لو حصل فاجوتومي يعني حصل استئصال للفيجاس نيرف في الحاله دي هيتوقف افراز الاسيد بالطريقتين الدايركت والاندايركت. بعد كده هنتكلم عن المواد اللي بتبدا تقلل الاتش سي ال سيكريشن، ودي بعض الكونديشن زي مثلا اللو بي اتش. لو البي اتش عندي بقى اقل من 3 في الحاله دي ده هيبدا يمنع الجاسترين سيكريشن وبالتالي هيبدا يمنع الاسيد سيكريشن. كمان الصوماتوستاتين كنا قلنا من شويه انه بيبدا يوقف كل افرازات الجي اي تي بيمنع الجاستريك اسيد سكريشن عن طريق انه في دايركت باث واي بيتحد مع ريسبتورز على البارايتال سيلز ويقلل السايكليك ام بي بالتالي يبدا يعمل انتاجونايز ستيميلاتور اكشن اوف هيستامين على الاسيد سكريشن. كمان بيشتغل بان دايركت باث واي انه بيمنع الريليس اوف هيستامين اند جاسترين وبالتالي يبدا يقل السكريشن بتاع الاسيد. حاجه البروستاجلاندينز، بروستاجلاندين ميدياتور مهمه هنتكلم عنها لاحقا انها بتبدا يكون لها دور في الانفلاميشن وليها وظائف ثانيه متعدده من ضمنها انها بتمنع الجاستريك اسيد سيكريشن باي اكتيفيتنج ريسبتورز ويتش ديكريز سايكليك ام بي ليفل وتبدا تديني نفس الاكشن اللي حصل مع الصوماتوستاتين. بعد كده هنتكلم على البانكرياتيك سيكريشنز. البنكرياس احنا قلنا البنكرياس في المحاضره اللي فاتت هو بيفرز هرمونز ليها علاقه بالجلوكوز ليفل في البلاد، ده الاندوكراين فانكشن بتاعته، له كمان اكسكراين فانكشن هو بيبدا يفرز بعض الانزيمز اللي ليها دور في وظائف الجي اي تي. اكسكراين بارت اوف ذا بانكرياس سيكريتس دايجستيف انزيمز اند بايكربونات. البانكرياتيك جزء بتتكون مينلي من ايزوتونيك سوليوشن. ايزوتونيك يعني له نفس الاوزمولاريتي اللي خاصه بالبلاد. الايزوتونيك سوليوشن اللي موجود في البنكرياتيك جوز بيكون فيه هاي كونسنتريشن من البايكربونات وكميات صغيره من الكلورايد وبيخرج عن طريق الداكتال سيلز. كمان البنكرياتيك جوز بيكون فيها سوليوشن ريتش ان دايجستيف انزيمز اللي هي بتخرج من بتخرج عن طريق الاكزايتوسايتوز انه الخليه بتبدا تكون الماده في فيسيكل مقفوله داخل حويصله داخل الخليه وتبدا الحويصله دي تتحرك ناحيه الجدار وقت الاحتياج، ولما تلامس الجدار تتحد معاه وتبدا تتفتح وتعمل ريليس للكونتنت اللي جواها خارج. بالنسبه لي اخر حاجه البيلاري سكريشن اللي هي البايل. البايل ده بيتكون باستمرار عن طريق الليفر بمعدل يعتمد على الستيت اوف ذا فود ان ذا اليمنتري كانل. يبقى حسب كميه او نوعيه الاكل اللي موجوده في الجي اي تي يبدا الليفر يكون كمية من البايل الكافية انه يحصل الديجستشن لي والابسوربشن لي الكونتنت اللي موجودة في الجي اي تي. البايل بيتكون من عدد من المكونات بايل سولز او بيسموها بايل اسيدز، الليتوسين ده عبارة عن فوسفوليبيد وكوليستيرول، وفيها بعض البيجمنتس زي البيلوروبين وفي بعض الالكترولايتس. بيكون موجود فيه كمان سكندري بايل سولز اللي هي بيسموها كونجوجيتد ديوكسيكوليت وليثوكوليت، دول بيتكونوا عن طريق البكتيريال الالتريشن اوف برايمري بايل اسيدز اللي كانت موجوده هنا.
قلنا إن البايل بيتكون continuously by the liver by hepatocytes ويبدأ يتخزن يروح من ال hepatic ducts يبدأ يتخزن في الجول بلادر ويبدأ يفرز من الجول بلادر وقت الاحتياج. يبقى البايل drains into the hepatic ducts by active transport وستورد in the gall bladder for subsequent release. نتكلم عن الوظيفة الأساسية الخاصة أو الخطوات الأساسية اللي بتحصل من الـ GIT اللي هي الـ Digestion و الـ Absorption. هنتكلم عن أنواع الغذاء الثلاثة اللي هي الكربوهيدراتس. الكربوهيدراتس لازم تتحول إلى مونوساكرايت عشان يحصل لها Absorption. يبقى أي حاجة أنا باخدها دايساكرايت أو بوليساكرايت مش هقدر استفيد بيها غير لو اتكسرت وتحولت إلى مونوساكرايت. يبقى only monosaccharides are absorbed so carbohydrates must be digested to المونوساكرايز اللي ممكن جسم يستفيد بيها الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز for absorption to proceed. This is achieved by consecutive action of several enzymes. في انزيمات كتيرة بقى بتبدأ تكسر الحجم بتاع البوليساكرايد لحجم اصغر لغايه لما نوصل في النهايه ان احنا عندنا المونوساكرايد. طيب بيحصل لها ابسوربشن ازاي؟ مثلا الجلوكوز والجالاكتوز بيحصل لهم ترانسبورتيشن عن طريق من الانتستينال ليومن للخلايا عن طريق الصوديوم ديبندنت كو ترانسبورتر وده بيسموه اس جي ال تي 1. يبقى هي كده هتمر من ناحيه الليومن من ناحيه الجي اي تي من ناحيه المحتوى اللي موجود مع الاكل تبدأ تدخل داخل خلية الجي تي. تمام؟ طيب بعد كده يبدأ يحصل لها ترانسبورت للبلد عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن بمثلا جلوكوز ترانسبورتر اللي هو الجي ال يو تي 2. يبقى هنا كميتها موجودة داخل الخلايا أكبر من الكمية اللي موجودة في الدم تبدأ تمر عن طريق وسيلة أو ميكانيزم اسمها الفاسيليتيتد ديفيوجن. دي بتعتمد على فرق التركيز، يبقى المادة هتنتقل من التركيز العالي للتركيز الأقل. بالنسبة للفركتوز بيحصل له الترانسبورت بس عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن وده بيمر عن طريق من التركيز الأعلى للأقل باستهلاك كمية بسيطة من الطاقة. يبقى الجلوكوز والجالاكتوز بينقلوا الأول داخل الخلية وبعدين يروحوا عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن والفركتوز برضو عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن وما يقدرش يمر عكس الكونسنتريشن جريدينت، يعني دايما بيمر من التركيز العالي للتركيز الأقل. إحنا إن شاء الله في الفارماكولوجي هناخد بالتفصيل خطوات أو طرق انتقال المواد من ناحية من السمبرين للناحية الثانية. هي اختصار اللي هي الديفيوجن أو الباسيف ديفيوجن اللي هو كده مجرد انتقال من التركيز الأعلى للأقل بدون أي استهلاك للطاقة. في النوع الثاني الفاسيليتيتد ديفيوجن إنها بتنتقل من تركيز عالي لتركيز أقل وبيعتمد على استهلاك كمية من الطاقة. في الأكتيف ترانسبورت ده ممكن يمشي عكس الكونسنتريشن جريدينت، يعني المادة تروح من تركيز قليل لتركيز عالي وبيستنزف كمية كبيرة من الطاقة. في بعد كده الاندوسايتوسس ودي بتبقى ان الخلايا بتحيط بالمادة اللي هي عايزاها وتبدأ تقفل عليها وتبدأ تستفيد بيها. تاني حاجة موجودة في الدايت اللي هو البروتينز، والبروتين دايجستشن بيحصل دايما في الديوتينم، يعني الكميات اللي بيحصل لها دايجستشن في الاستومك بيكون كمية صغيرة حوالي من 10-15%. يبقى الأساس كله أو كل الدايجستشن للبروتينز بيحصل في الديوتينم، وده بيحصل عن طريق نوعين من الانزيمز الاندوبيبتيديز. دي بتشمل الجاستريك بيبسين والبنكرياتيك تريبسين والكيموتريبسين. دول بيبداوا يكسروا البوليبيبتايدز يحولوها الى اوليكوبيبتايدز، يبداوا يكسروا البروتينز يحولوها الى سمول مولكيولز اللي هي البوليبيبتايدز ويحولوها بعد كده الى الاوليجوبيبتايدز حجمها اصغر من البروتينز الاصلي. يجي بعد كده الاكسوبيبتيديز الكربوكسي بيبتيديز موجود في البنكرياتيك جوس والانتيروسايتس يبدا يكسر البوليبيبتايدز والاوليجوبيبتايدز يبدا يحولها الى فري امينو اسيدز او داي او تراي بيبتايدز. يبقى هنا الحجم هيصغر بدل ما هي تشينز كبيره فيها الاف البروتينز تبدا تصغر الى بوليبيبتايدز عشرات او مئات البروتين الامينو اسيدز مع بعض، والاوليجوبيبتايدز بيكون حجمها اصغر عدد من الامينو اسيدز مع بعض عن طريق الاندوبيبتيديز. الاكسوبيبتيديز يبدا يكسر بقى البوليبيبتايدز والاوليجوبيبتايدز الى يا اما مونو يا اما داي او تراي بيبتايد. بالنسبه للابسوربشن البروتينز بتختلف عن الكربوهيدرات انها ممكن يحصل لها ابسوربشن في صوره يا اما امينو اسيد يا اما داي بيبتايد يا اما تراي بيبتايد. يبقى ليها اهميه البروتينات ولان هي مصادر مهمه للنمو للانسان، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى سمح انها تبدا جسمنا يقدر يستفيد بيها في صوره
الامينو اسيد او الدايبيبتايد او الترايبيبتايد. بالنسبه للفري امينو اسيدز بيحصل لها ابسوربشن عن طريق الصوديوم ديبندنت امينو اسيد كو ترانسبورتر، بتبدا تتنقل بعد كده للدم باي فاسيليتيتد ديفيوجن. بالنسبه للدايبيبتايد والترايبيبتايد بيحصل لها ابسوربشن عن طريق الهيدروجين ديبندنت كو ترانسبورتر، وبعدين عن طريق السيتوبلازميك بيبتيديز يبدا يكسرها تاني الى امينو اسيدز، ودي تبدا تدخل الدم عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن. يبقى البروتينات بتختلف انها ممكن تمتص في صوره امينو اسيد او دايبيبتايد او ترايبيبتايد وتدخل داخل اليومن اوف ذا جي اي تي، لكن وهي داخل الخلايا لو هي فري امينو اسيد هتبدا تنتقل مباشره بالفاسيليتيتد ديفيوجن، لو هي داي او ترايبيبتايد هتبدا تتكسر عن طريق السيتوبلازم بيبتيديز تتحول لامينو اسيد ويبدا يمر تاني عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن. اخر حاجه الليبيد دايجستشن، الفاتس اللي موجوده في الاستومك بتكون موجوده في صوره بارتكلز كبيره شويه حجمها حوالي 100 نانومتر، حجم ده كبير على اللي بيحصل له ابسوربشن. لما تبدا توصل للديودينوم في الالكالين ميديوم اللي في الديودينوم تبدا تدخل في ايمالشن، بيكون هنا في الحاله دي الدروب سايز بتاعه بيبدا يقل يوصل حوالي 5 نانومتر، ويكون معاه بروتينز ولاتسن وبايل اسيدز. يبدا البنكرياتيك لايبيز والكوليبيز يبدا يعمل هيدروليسز للفاتي اسيدز ويدوني المونوجليسرايدز. في انزيمز ثانيه بتكون موجوده في الديودينوم بتبدا تساعد على الدايجستشن بتاع الليبيدز، زي مثلا الفوسفولايبيز A ده يبدا يحول الليتسين الى لايزوليتسين، والكوليسترول استرز اللي في الفود بيحصل لها هيدروليسز عن طريق سبيسيفيك استريسز وتبدا تديني الكوليسترول والفاتي اسيدز. بالنسبه للابسوربشن بتاع الليبيدز بيبقى في صوره مايسلز، تبدا المايسلز تبدا تقرب الليبيد دايجستشن برودكتس توصلها لجدران الانتستينال سيلز ويبدا يحصل لها بعد كده ترانسبورت. يبقى المايسلز برينج ذا برودكتس اوف ليبيد دايجستشن into contact with the absorptive surface area of the intestinal cells. وبعدين الفاتي اسيدز والمونوجليسرايدز والكوليسترول ديفيوز اكروس ذا اليومنال ميمبرين وتبدا تدخل داخل الخلايا. كده احنا خلصنا الفسيولوجي الخاص بالجي اي تي، احنا اختصرناه بقدر الامكان. بعد كده هنبدا نتكلم على الديس اوردرز اللي بتحصل في الجي اي تي، وهتتقسم الى حسب المنطقه اللي حصلت فيها المشكله. في عندنا ديس اوردرز of esophageal motility، دي منها الجاسترو اسوفيجال ريفلكس ديزيز بياخد اختصار GERD، احيانا بنسميه الهارت بير. ده بيحصل لو كان التون اوف ذا لور اسوفيجال سفنكتر از ديكريزد اند جاستريك كونتنس ريفلكس انتو ذا اسوفيجس. يبقى الفكره انه الجدار او الباب الفاصل بين الاسوفيجس والاستومك المفروض ان هو بيتقفل عشان الاسيد ما يعديش ويرجع تاني ناحيه الاسوفاجس، لا هنا ده بيبدا يعدي بيبدا يسبب احساس بالحرقه، اللي هي بنسميها حرقه المعده او حرقه او هارت بيرن. بعد كده اكاليزيا، ده بيحصل لو اللور اسوفاجال سفنكتر does not relax during swallowing and food accumulates in the esophagus. يبقى العكس بقى ان هنا السفنكتر بيشتغل اقوى من اللازم، فبالتالي ما بيسمحش ان عمليه البلع تتم بصوره. كمان في disorders of the large intestinal motility، ودي مثلا في بعض الأحيان في بعض الناس بيحصل عندها ميجا كولون أو هيرشسبرونج ديزيز، بتكون المشكلة هي الأبسنس أوف كولونيك انتريك نيرفس سيستم، فبالتالي يبدأ يحصل constriction of a segment of the GIT، يبقى في جزء مش هيبدأ يكون في relaxation، هيبقى محتقن باستمرار. يحصل dilatation و accumulation of intestinal content proximal to the constriction، ويبدا يحصل سيفير كونستيبيشن. المشكله الثانيه ممكن يكون في irritable bowel syndrome، وهنا بيكون الايموشنال فاكتورز زي مثلا الاسترس يبدا ياثر على اللارج انتستينال موتيليتي من خلال الاكسترنسيك اوتونوميك نيرفس سيستم. بيكون العرض الاساسي اللي عند المريض انه بيكون في كرونيك ابدومينال بين والترد باول هابتس ان ذا ابسنس اوف اني organic cause. يبقى المريض ما عندوش مشكلة لكن بتبدأ تظهر عليه بعض الأعراض الغريبة بالنسبة له، يعني ممكن يحصل constipation بسبب increased segment contraction أو diarrhea اللي هو decreased segmentation contraction، يعني المريض حصل عنده decrease في bowel habits، يعني عدد مرات استخدام الحمام هيبقى مختلف عن الطبيعي. لو هو كان طبيعي مرة لا يبقى أكثر أو أقل، في الحالة دي
يبقى بالنسبة له الوضع الغريب ده غالبا بيكون المشكلة بتكون في الاسترس. مشكلة تانية اللي هي البيبتيك ألسر ديزيز، وده بيكون ديزيز اوف إيرودينج of the protective mucous lining of the stomach allowing the acid to act on the stomach wall. احنا قلنا من شويه انه الاسيديتي اللي في الاستومك بتكون قاسيه جدا وتقدر تدمر اي نسيج، لكن ربنا سبحانه وتعالى عمل التغليف او الحمايه اللي داخل الاستومك اللي بتبدا تحمي من حدوث الايروجن اللي ممكن يحصل من الاسيد. بتكون بقى المشكله انه حصل ايروجن للبروتكتيف ميوكس حوالين الاستومك وبالتالي يبدا ياثر الاسيد على الاستومك وول. احنا زي ما قلنا انه في المعتاد في بروتكتيف فاكتورز ضد الالسر زي مثلا الميوكس زي البايكربونات سكريشن زي البروستاجلاندنز ده بيكوز البلاد فلو وبعض الجروث فاكتورز، الحاجات دي كلها بتبدا تحمي جدران المعده من تاثير الاسيد اللي موجود عليه. على الجانب الاخر في دامجنج فاكتورز زي مثلا الاسيد نفسه زي البيبسين زي نوع من البكتيريا اسمه هيليكوباكتر بايلوري زي بعض الدراجز زي النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز زي الستريس زي السموكينج زي الالكول، الحاجات دي كلها بتبقى دامجنج لجدران او الحمايه اللي موجوده على جدار المعده. بيحصل امبالانس بين الاجريسيف فاكتورز وبين الديفنس ميكانيزم، وبالتالي هو ده اللي يبدا يؤدي الى حدوث الالسر. البيبتيك ألسر ديزيز هتتقسم الى جاستريك ألسر، يعني المشكله عندي هنا في الاستومك بتكون الجاستريك ميكوزا از دامجد. المشكلة بتكون الجاستريك اسيد سكريشن، فلما يحصل الجاستريك ألسر يبدأ الجاستريك اسيد سكريشن يقل لأنه السكريتد اسيد ليكس باك ثرو ذا دامجد جاستريك ميكوز، يبقى جسمي لما بيشعر إن في اسيد زيادة بيأثر على جدار المعدة تكون ده الرسالة هنا إنه كده كمية الأسيد ممكن تكون زيادة فيبدأ الجاستريك اسيد يبدأ يقل. ده محاولة من الجسم إنه يعمل كومبنسيشن ويحاول يحل المشكلة. لكن للأسف ده ما بيكونش كفاية لأنه في الحالة دي هيبدأ بميكانيزم تاني يبدا الجاسترين ليفل يبدا يزيد لانه الاسيد ده يبدا يزود الجاسترين سكريشن ويبدا الجاسترين سكريشن يعيد السايكل تاني ويرجع كميه الاسيد تاني. من ضمن اهم الاسباب اللي تؤدي الى حدوث الجاستريك ألسرز هي البكتيريا اللي هي الجرام نيجاتيف بكتيريوم اللي اسمها الهيليكوباكتر بايلوري. البكتيريا دي بتقدر تعيش داخل المعده، يعني تخيلوا انه في البي اتش المنخفض جدا بتاع المعده تقدر البكتيريا دي تعيش. طيب ازاي هي بتعمل كولونايزيشن للجاستريك ميوكوس بتبدا تعيش فيه، تبدا تفرز بعض السيتوتوكسينز اللي بتبدا تعمل دامج للجاستريك ميكوزا. موجود فيها كمان انزيم اسمه يورياز، الانزيم ده عنده قدره انه يحول اليوريا يحولها الى امونيا. احنا هناخد في الكيمياء بقى ان خصائص الامونيا انها ممكن تعمل الكلونايزيشن تبدا تعادل الحمض اللي موجود داخل الاستومك او على الاقل اللي موجود حوالين البكتيريا، يبقى هنا الامونيا تبدا تعمل الكانالايزيشن لللوكال انفايرمنت وبالتالي تسمح للاتش بايلوري انها تعيش في الاسيديك جاستريك انفايرمنت اللي موجوده حواليه. يبقى البكتيريا دي هي بتحمي نفسها انها تكون حوالين نفسها منطقه فيها الاسيديتي مش عاليه قوي فبالتالي تقدر تعيش في وسطها. النوع الثاني اللي هو الديودونال ألسرز، والديودينال ألسرز بتكون الديودينال ميكوزا هي اللي حصل فيها الدامج. اللي بيحصل انه الجاستريك اسيد سكريشن از انكريست والاكسس اسيد از ديليفر تو ذا ديودينال وبالتالي يبدا ياثر على الديودينال ميكوزا. احنا عارفين ان الاستومك المحتوى بتاعها بيبدا ينتقل بعد كده للانتستين ويبدا يمشي فيه، ولما بيدخل الانتستين بيبدا الافرازات اللي موجوده في الانتستين والجايه من البنكرياس او من الليفر تعادل الحمض اللي موجود. طب الحمض ده لو ما حصلوش معادلة بسرعة يبدأ هو نفسه يأثر على الديودينال ميكوزا ويبدأ يعمل فيها دامج. الطبيعي إنه الجاسترين سكريشن بيزيد after a meal ويبدأ يزود الأسيد سكريشن ويبدأ كمان يزود المشكلة إنه يحصل دامج في الديودينال وول. كمان الـ H. pylori ليها دور مهم في الديودينال ألسر لأن هي برضو هتمنع الصوماتوستاتين سكريشن. لو فاكرين ده كان بيمنع الاسيد سكريشن فبالتالي يبقى هي كده هتعمل ستيميليشن للجاستريك اسيد سكريشن. هتمنع الانتستينال بايكربونات سكريشن فبالتالي مفيش كميه كافيه من البايكربونات عشان تعمل نيوترلايزيشن للاسيد اللي جاي من الاستومك فيبدا الاسيد اللي جاي من الاستومك يقابل الجدران بتاعه الانتستين
دي مش مجهزه انها تقابل اسيد، يعني المعده موجود فيها ميوكس، موجود فيها حاجه تحميها، لكن الانتستين ما فيش فيه الحمايه، فبالتالي يبدا يتاثر بشده بالاسيد اللي جاي من الاستومك. في مرض تاني اللي هو السيستيك فيبروزس، وده بيكون بيشمل مناطق متعدده من الجسم. اللي يهمنا هنا هو البنكرياس، بيكون في مشكله في البنكرياتيك سيكريشنز، بيكون في deficiency of pancreatic enzymes زي مثلا ال pancreatic lipase كده من الاسم lipase ده بيكسر ال lipids needed for lipid digestion. فيبدأ لو الشخص ما عندوش الانزيم ده يبدأ يكون ال lipids اللي موجودة في الدايت الشخص مش بيستفيد بيها، فتبدأ يحصل malabsorption ما يمتصش ال lipids، ويبدأ يحصل عنده steatorrhea، يعني يحصل يبقى موجود في فات مع الستول. دي حاجة مش طبيعية، انه حتى الفاتس اللي احنا بناخدها في الدايت لازم بتتهضم وتخرج في صورة مختلفة، لكن المريض اللي عنده المشكلة دي بيكون في عنده مال ابسوربشن، عدم امتصاص للفاتس، وبتخرج بكمية كبيرة في الستول. بالنسبة للكربوهيدرات ابسوربشن بيكون في ديس اوردر مشهور قوي هو اللاكتوز انتوليرانس. لاكتوز انتوليرانس كده انتوليرانس يعني عدم تحمل، يعني الشخص في بعض الافراد ما عندوش قدرة ان هو لو اكل حاجه فيها لاكتوز ان هو جسمه يتعامل معاها بصوره سليمه. ايه اللي بيحصل؟ بيكون المشكله بيكون في absence of the brush border lactase، مفيش عنده الانزيم اللي اسمه لاكتيز، وده من اسمه كده هو بيكسر اللاكتوز، فبالتالي مش هيقدر يكسر اللاكتوز ويحوله الى جلوكوز او جالاكتوز for absorption. كنا قلنا من شويه انه الكربوهيدرات لازم تتحول الى مونوساكرايد. طيب هنا في الشخص ده اللاكتوز مش هيتكسر، يفضل اللاكتوز موجود ومع الميه يفضل موجود داخل اليوم لفتره طويله، فيبدا يعمل عند الشخص اوزموتيك دايريا، يبقى الشخص بيعاني باستمرار من نوع من الدايريا اسمه اوزموتيك دايريا، وهنتكلم عنه بعد شويه. الدايريا اللي هي الاسهال او كميه الستول اللي بتخرج بتكون اكبر من الطبيعي، هي عباره عن increased frequency and decreased consistency of fecal discharge compared with individuals normal bowel pattern. برضه بتكون المقارنة بالوضع العادي لنفس الشخص، يعني المعدل والكمية بالنسبة للشخص ده اللي هي طبيعية ولا هي أكثر من الطبيعي. الـ frequency and consistency of the stool بتبقى variable within and between individuals، يعني تختلف من شخص للتاني، فدايما المقارنة الصحيحة بتكون مقارنة الشخص بوضعه في حالة صحية سليمة، يعني قبل ما يصبح عنده المرض بيكون الوضع عنده كان إيه. بالنسبة للدايريا ممكن تكون أكيوت لو كانت بتستمر أقل من 14 يوم، ممكن تكون persistent لو بتستمر أكثر من 14 يوم، وتكون chronic لو بتستمر أكثر من 30 يوم. طيب إيه اللي بيحصل؟ إنه بيحصل disturbance للwater electrolyte balance بعدد من الطرق، أولها لو حصل change في الـ active ion transport by يا إما decreased sodium absorption أو increased chloride secretion، يبقى الشخص ممكن يحصل عنده الدايريا بسبب change في الactive ion transport، يا إما المشكلة بتكون decreased sodium absorption، يعني الصوديوم اللي أنا باخده مع الأكل مش هيمتص، هيفضل موجود في المعدة وفي الأمعاء. في الحالة دي هيبقى معاه مية ويبدأ هنشوف هيعمل بعد كده إنه يبدأ يزيد حجم كمية الستول اللي خارج من الجسم. يا إما إنه تكون المشكلة increased chloride secretion برضه هتؤدي لنفس الفكرة إنه يزيد الحجم ويبدأ يحصل زيادة في كمية الستول اللي بتتكون. ممكن تكون المشكلة change في intestinal motility، ممكن تكون المشكلة increase في luminal osmolarity، أو إن يكون في increase في tissue hydrostatic pressure. يبقى دول كده أربع طرق أو أربع ميكانيزم بيحصل من خلالهم، واحدة منهم أو كلهم مع بعض بيحصل من خلالهم إنه الشخص يتعرض للإصابة بالدايري. يا إما change في active ion transport، يا إما change في intestinal motility، يا إما increased luminal osmolarity، يا إما increased hydrostatic pressure. طيب اللي بيظهر على الشخص بيكون diarrhea، والdiarrhea بتتقسم لأربع أنواع: secretory أو osmotic أو exudative أو altered intestinal transits. يبقى الميكانيزم اللي فاتت بتؤدي إلى four clinical diarrheal groups اللي هي السكريتوري والosmotic والexudative والaltered intestinal transit. بالنسبة للسكريتوري دايريا بيحصل لما stimulating substance either increases secretion or decreases absorption of large amounts of water and electrolytes. يبقى سكريتوري دايريا
occurs when a stimulating substance كده stimulating substance حاجة أنا أخدتها مع الدايت يا إما تزود السكريشن يا إما تقلل الأبسوربشن of large amounts of water and electrolytes. يبقى المحصلة إن هيكون الشخص ده عنده داخل الجي أي تي موجود كمية كبيرة من المية والإلكترولايتس. طيب بيظهر إيه؟ بيكون في large stool volumes تقريبا 1 liter per day or more. بيكون فيها normal ionic content و osmolarity approximately equal to plasma. والملاحظ انه الفاستنج does not alter the stool volume، يعني حتى لو الشخص صام عن الاكل برضه بيفضل تكوين الستول بيفضل كميه كبيره. النوع الثاني اللي هي الاوزماتيك دايريا، ودي بتكون سببها poorly absorbed substances، يعني لو انا اخدت مع الدايت حاجه ما بيحصلهاش absorption وحجمها يبدا يكون كبير، تبدا تعمل retaining للانتستينال فلويدز resulting in osmotic diarrhea. يحصل زي ايه؟ زي مثلا مال ابسوربشن سيندروم، لو في شخص عنده مشكله في امتصاص اغلب المواد فبالتالي هتتجمع داخل الجي اي تي وتبدا تحجز معاها كميه من السوائل ويبدا يظهر عند الشخص اوزماتيك دايريا. كمان اللاكتوز انتوليرنس، وكمان الادمنستريشن اوف داي فالنت ايونز زي المغنيسيوم كونتيننج انتي اسيدز، والكونسومشن اوف بورلي سوليبل كربوهيدرات زي مثلا اللاكتيولوز، الحاجات دي كلها هتؤدي زي ما قلنا انه يتجمع مواد نون ابسورب داخل السيستم تبدا تجمع سوائل ويبدا يحصل الاوزماتيك دايري. الفرق بينها وبين النوع اللي فات ان هي بتبدا تقل شويه لو الشخص ابتدى يصوم عن الطعام او يقلل الانتيك اوف فود. الاكسوديتيف دايري بيكون سببها انفلاماتوري ديزيز اوف ذا جي اي تي، يبدا يتكون ميوكاس ويتكون بروتينز ويتكون بلاد يروح ناحيه الجي اي تي. في الحاله دي هتلاقي ان كل اللي بيتحرك داخل الجي اي تي هيكون عباره عن ميوكاس واكسوديتس وبلاد، وتبدا تاثر على الابسوربتيف والسكريتوري والموتيليتي فانكشنز اللي موجوده في الجي اي تي، وبالتالي بيكون في لارج ستول فوليوم بتظهر عند الشخص المصاب بالاكسوديتيف دايري. يبقى هي مشكلتها بتكون انفلاماتوري ديزيز في الجي اي. النوع الاخير بيكون في عندي altered intestinal motility، مثلا زي ما يقل الكونتاكت تايم في السمول انتستين، يعني الاكل بيمر من السمول انتستين بسرعه فبالتالي ما بيحصلوش ابسوربشن بكميه كويسه، فبالتالي بيحصل اكسكريشن لكميه كبيره من الستول، او يكون في بريماتور امبتينج اوف ذا كولون، او يكون في بكتيريال اوفر جروث. الطبيعي انه الانتستينال كونتنت القايم اللي احنا بنسميها القايم الاكل اللي انا اخدته ومضغته وعدى من الاستومك بنسميه القايم، يبدا يمر داخل الانتستين بمعدل معين. احنا كنا قلنا في الاول انه حركه الجي اي تي كلها بتبقى ادجستد، الريت بتاعتها بتكون ادجستد عشان تسمح ان الوظائف تحصل اللي هو الدايجستن والابسوربشن. اللي بيحصل انه ممكن الانتستينال موتيليتي، المفترض انه الانتستينال كونتنت اللي هي القايم تمر على الانتستينال ايبيثيليوم for a sufficient time to enable normal absorption and secretion processes to occur. لو الكونتاكت تايم ده بقى قليل، يعني الحاجه بتمر بسرعه، في الحاله دي يبدا يحصل دايريا. لو حصل intestinal resection او باي باس، يعني في شخص عنده مشكله في جزء من الامعاء فعمل جراحه وابتدى يعمل زي تحويل مسار لجزء من الانتستين، واحيانا بعض الدراجز بتبدا تؤدي الى النوع ده من الدايريا. هنا المشكلة بتكون ايه؟ انه الدايت ما بيقعدش فترة كفاية في الانتستين، فبالتالي مش بيحصل له ابسوربشن بالمعدل الطبيعي، ومش بيحصل افراز للسكريشنز او الدايجستيف سكريشنز المطلوبة عشان تبدأ تأثر عليه بصورة طبيعية، فالمحصلة هتكون كمية الستور اللي بتخرج بتكون كبيرة. أحلى مشكلة نتكلم عنها الكونستيبيشن، والكونستيبيشن ده عبارة عن difficult or infrequent passage of stool at times associated with straining or feeling of incomplete defecation. بيكون في مشكله ان كميه الستول اقل، يكون في احساس بعدم الراحه عند الشخص او احساس ب incomplete defecation. هو بنعتبر ان هو chronic لو استمر لفتره 3 شهور او اكثر. بيحصل ازاي؟ الكونستيبيشن ممكن يكون primary او idiopathic constipation، وده كده كلمه primary او idiopathic او essential دايما لما نشوفها هنبقى نوصل لاستنتاج ان المرض ده ملوش سبب واضح او العرض ده ملوش سبب واضح. ده occurs without identifiable underlying cause. والنوع الثاني
بيكون secondary constipation، وده بيكون ممكن يكون سببه مثلا بعض الأدوية، حتى بنسميها كمان constipating drugs، اللي هي الأدوية اللي بتبدأ تقلل the neurologic أو muscular function of the GIT، خاصة للكولون. أحيانا بعض اللايف ستايل فاكتورز، طبيعة الأكل، طبيعة كمية السوائل اللي الشخص بيشربها، تدخين بعض الحاجات اللي الشخص الممارسات اليومية اللي بيعملها، أو بعض الميديكال ديس أوردرز، الحاجات دي كلها بتؤدي إلى السكندري كونستيبيشن. طبعا بيكون الحل إن هو نشوف المشكلة الأساسية ونعالجها، وبعد كده ياخد أدوية هنتعرضها إن شاء الله في الفارماكولوجي. في الغالب الكونستيبيشن بيحصل في كبار السن، وده لعدة أسباب، أهمها مثلا إنه بيكون في high number of daily medications، خاصة الحاجات اللي بتكون anticholinergic agents. Increased incidence of chronic comorbidities، بيكون في عندهم أمراض تانية مصاحبة كتير، فممكن تأثر على gastrointestinal motility. كمان changes in motility status، وهي changes في diet، زي ما الشخص مثلا ياخد كمية سوائل قليلة أو ياخد fiber intake يكون قليل، كل دي هتؤدي إلى إنه يحصل الconstipation في كبار السن. أو مثلا diminished physical activity، أو بعض psychological changes، يعني يكون في mesenteric dysfunction أو changes في the erectile function، الحاجات دي كلها ممكن تؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بالconstipation في كبار السن. كده خلصنا يا جماعة، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم.